أسأل الله أحبتي في الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ربنا ويرضى، أن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين. اللهم الطف بإخواننا في أكناف بيت المقدس عامة وفي غزة خاصة، الطف بهم فيما جرت به مقاديرك يا رب، ارحم ضعفهم واجبر كسرهم يا رب، تطاول ليلهم واشتد بلاؤهم وتعاظمت محنتهم، نجعلك في نحور المعتدين عليهم ونعوذ بك من شرورهم، أطفئ عنهم نار من أشب لهم نارا، أرنا في عدوك وعدوهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.